يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ها نحن ببابك واقفون، ولعفوك مؤملون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا وقادتنا والمؤمنين على دعائنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الأول الآخر الباطن الظاهر، سبحانك يا ربنا أنت على كل شيء قادر.